إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة حتى كشف الله به عنا الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد عباد الله، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد عباد الله، فاعلموا أن الدنيا بكل ما فيها ملك لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وقد تكررت له ملك السماوات والأرض، أو لله ملك السماوات والأرض، في القرآن أكثر من 18 مرة. وبما أنها ملك لله عز وجل، فاعلموا أن دين الله الذي ارتضاه الله عز وجل في هذه الدنيا لن يكسر ولن يهزم، وليس دينا ضعيفا ولا يحث على الضعف ولا يبث في نفوس أتباعه الذل والهوان. فإن الله العزيز لن يرضى لعباده إلا دينا عزيزا. قال الله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال الله عز وجل: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. فلا تخشوهم، لا تخشى من الكافر، واخشوني، اخشى الله عز وجل. فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم، بارك الله فيك، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الذي يتحدث هنا هو رب العالمين، الذي يقول لك رضيت لكم الإسلام دينا هو الله عز وجل. فأي عزة يرجوها من فارق الإسلام وأعرض عن الإسلام واستحيا من الإسلام وترك التقوي والاعتصام بدين الإسلام؟ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. وقال سبحانه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فمن ظن أن الله عز وجل لا يعز دينه ولا يعز أتباع دينه فهو من المنافقين، ولكن المنافقين لا يعلمون. عن طارق بن شهاب قال: خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام ومعنا أبو عبيدة بن الجراح، فأتوا على مخاضة، وهي مكان ضحل الماء، يعني الماء فيه ضحل، مع الماء يعني زي الطين، يعني السير فيه يكون صعبا. وعمر على ناقة له، فنزل عنها وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه، يعني شلح بوته وحطه على كتافه، وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة، مشى وامتلأ بالطين والوحل. فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أأنت تفعل هذا؟ تخلع خفيك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضة؟ ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك، يعني إذا رأوا إليك لن يستشرفوك، لن يعرفوا أنك أنت أمير المؤمنين. وهو ذاهب لاستلام مفاتيح بيت المقدس. انظري إلى المسلمين وحال المسلمين. فقال عمر: أوه يا أبا عبيدة، وهذه كلمة تقال للزجر، أوه لو يقول ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لو حدا قالك لا جعلته نكالا وعبرة. شدد في الحديث مع مين؟ مع أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. بل عباد الله، صرنا في زمن من شدة ضعف نفوس المسلمين، صار كثير من المسلمين يرجو العزة عند الكافرين، يرجو العزة عند الكافرين، ويظن أنه بلعق أحذيتهم
والاستماتة على تقليدهم والتشبه بهم وبذل الجهد في الدفاع عنهم والتضخيم لهم، يظن أنه بهذا حاز الشرف والعزة منهم. قال تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. شو صفتهم يا رب؟ الذين يتخذون الكافرين أولياء. الذي يتخذ الكافر أولياء يعني يحبهم أو ينصرهم أو يدافع عنهم. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبغون عنده، أيبتغون عندهم العزة؟ الذي يطلب العزة من هؤلاء الكافرين ويطلب ولايتهم ونصرتهم ومحبتهم، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. فينبغي على المتمسك بدين الإسلام أن يبقى عزيزا قوي النفس عظيم الشخصية، حتى لو حاول كل الأرض إذلاله لا يذل ولا يذل نفسه إلا لله عز وجل، بل إن الله عز وجل تكفل بعزته. قال سبحانه وتعالى: ولا يحزنك قولهم. يعني الله عز وجل يعلم أنهم يقولون عنك كافر أو مجنون أو جاهل أو ساحر أو مجنون أو تقول الشعر وإنما يعلمه بشر وإنه مجرد بشر مثلنا مثله، ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. الله عز وجل يثبت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي ويقول له: لا يحزنك قولهم، لا يحزنك قتلهم، لا يحزنك صواريخهم، لا يحزنك استضعافهم لك، لا يحزنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم ولبئس المهاد. إذن عباد الله، المسلم عزيز لأنه يتمسك بدين قوي عزيز مستمد من قوي عزيز. قوة الإسلام لا تنحصر في جانب واحد عباد الله، بل هو قوة قوي لأنه دين الله، وقوي من حيث أدلة صحته ومطابقته للفطرة. هذا الدين يتلائم مع فطرة الإنسان، خلق لأجل الإنسان. أليس الله هو خالق الإنسان؟ هو نفسه منزل الشريعة، وهو نفسه منزل الإسلام على هذه النفوس وعلى هؤلاء البشر. وهو قوي أيضا من حيث حججه ومحاججته لخصومه، وهو قوي من حيث بيانه وبلاغته وفصاحته، وهو قوي من حيث حفظه وسلامته من التحريف، فلا يوجد تحريف في هذا الدين. وهو قوي من حيث حفظه وسلامته من التحريف، وقوي من حيث تشريعاته وعدله وحكمه وأحكامه، وهو قوي من حيث تربيته لأتباعه على القوة. قال الله عز وجل: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكمة صبية، ويتحدث مع صبي ويقول له خذ الكتاب بقوة. وقال تعالى: وكتبنا له، أي لموسى، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. إياك أن تكون عاجزا، إياك أن تشعر بالعجز وإن استضعفك الكافر، إياك أن تشعر بالعجز ولو تكالبت عليك الأمم. استعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا أيضا تربية على أنك تتعامل مع الأقدار، أيضا أقدار الله، بنفس قوية. حتى القدر، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني، مش لو أني، لا تنسب الضعف إلى نفسك، هذا قضاء وقدر. واعلم أن الله عز وجل هو رب القدر والمتحكم في هذا القدر وكاتب لهذا القدر. إذن عباد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي. ما معنى القوة؟ هنا القوة معناها كل شيء، كل ما يمكن أن يكون بمعنى القوة فهو قوة، لا تجزئوها، فإنه قوة في العقيدة والإيمان، وقوة العمل ونشاط العبادة، وقوة العلم بالإسلام وأدلته الإجمالية والتفصيلية، وقوة اللغة والبيان والفصاحة، وقوة الأدب والكرم والخلق. المسلم القوي الخلوق هو مسلم قوي، المؤمن الخلوق هو مؤمن قوي، ليس مؤمنا ضعيفا. الذي يستطيع كبح نفسه أمام الغضب فهو مسلم قوي، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وهذه القوة أيضا قوة المبادئ التي لا يتخلى عنها المسلم ولو تحت كل الضغوط. الكافر ممكن يقول لك: أنا عندي أخلاق، بس اعرض عليه شوية مصاري بيتخلى عن كل هالأخلاق وكل هذه المبادئ. أما المؤمن فهو يمتلك مبادئ لا يتخلى عنها ولو تحت كل الضغوط. وكذلك قوة الشخصية،
شخصية المسلم نفسه قوية ولو كان مستضعفا، فهو يقول الحق، يحق الحق، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويترفع عن سفساف الأمور وعن التفاهات والولدنات. إذن فهو قوي في كل شيء. وكذلك قوة ضبط الشهوة وكبح جماحها ومجاهدة النفس وقوة الجسد أيضا، والكتلة العضلية وقوة السلاح والقدرة على الدفاع عن النفس. كل هذا من معنى القوة. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والعجيب أن كثير من المسلمين اليوم لا ينشغلون بأي قوة مما ذكرت. لهذا نحن في زمن ضعف. قال عليه الصلاة والسلام وعند ذكري وأعد لهم ما استطعتم من قوة، قال عليه الصلاة والسلام ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، يعني التصويب والرماية. ولهذا قيل علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. وقال عليه الصلاة والسلام ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وقال عليه الصلاة والسلام كل شيء ليس فيه ذكر الله فهو لغو وسهو ولعب. كل شيء ليس فيه ذكر الله فهو لغو، لهو ولغو ولعب، إلا أربع خصال ليست من اللهو في شيء، بل هذه تكون لإعداد شخصية المسلم. قال ملاعبة الرجل امرأته، وتأديب الرجل فرسه، ومشيه بين الغرضين، وتعليم الرجل السباحة. والحديث صحيح. أربع خصال قد تظنها أنت من الرفاهية، إلا أنها تربي المسلم على قوة الشخصية. فانظر كيف عزز قوة النفس من خلال إشغالها بالحلال. ملاعبة الرجل زوجته، أشغلها بالحلال حتى لا تضعف أمام الحرام. أشغل الشباب بالحلال، هونوا عليهم الحلال، سهلوا عليهم الزواج حتى لا تطمع نفوسهم بالشهوة ولا تضعف نفوسهم أمام الشهوات والفتن في هذا الزمان. فهذا شغل من أشغال القوة. وكذلك عزز من قوة العدة في تأديب الفرس، أعد لهم والفرس من العدة. فتأديب الفرس يعد من استعداد ومن القوة وليس من اللهو واللعب. وقوة التحكم أيضا بالفرس والمشي بين الغرضين، بين الهدفين. سباقات والمسابقات التي فيها حركة وقوة جسدية كان يعزز منها وليست هذا من اللهو واللغو. وكذلك قوة النفس والكتلة العضلية من خلال السباحة. روي عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أهل الشام أن علموا أولادكم السباحة والرمية والفروسية. علموهم كل شيء، علم ابنك الفروسية، علمه قوة الشخصية، أدخله دورات في التقوي على كل شيء. جميل ابن معمر الجمحي جاءه عمر فأخبره بإسلامه، فمشى إلى المسجد وعمر وراءه. هذا أول ما أسلم عمر، فكان يصرخ ويقول يا معشر قريش ألا إن ابن الخطاب قد سبق. فقال عمر من خلفه كذب ولكني أسلمت. فقاموا فلم يزل يقاتلهم ويقاتلونه، رجل واحد أمام مجموعة من الرجال، فلم يزل يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس وأعيا. يعني لما غابت الشمس طول النهار وهو يكاتل لحاله بمجموعة لمجرد أنه أعلن إسلامه واستعلن بإسلامه. ولهذا انظر إلى عزة المسلم، مستضعف ولكنه ليس ضعيفا، مستضعف ولكنه ليس ضعيفا، نفسه قوية، نفسه نفس حرة، لا يرضخ لظروف الزمان ولا يرضخ للوضع السياسي الذي هو موجود فيه. ظل يقاتلهم من أول النهار إلى آخر النهار حتى قال افعلوا ما بدا لكم، فلو كنا 300 نفر تركناها لكم أو تركتموها لنا. وهذه فروسية من عمر، وتحديث قد حدثه الله إياه، وإن من أمتي محدثون. فإن معركة بدر التي انتصروا فيها كان عددهم 300، وهذه قالها في وقت استضعاف. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم، أو الإسلام، خلينا نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان مبلغ، ولكن الإسلام جدير بأن يربي ابنك على الرجولة. عمر بن الخطاب لم يسلم بعده إلا بضع دقائق، وانظر قوته وقوة شخصيته، ماذا فعل الإسلام بعمر. وانظروا إلى تربية النبي صلى الله عليه وسلم لخباب بن الأرت رضي الله عنه، وقد عذب حتى ذاب جلد ظهره من شدة التعذيب على النار. فقال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستضعفين، وحق له أن يشكو وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. فقال صلى الله عليه وسلم، شوفوا التربية، قد كان من كان قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها نص في الأرض ونص خارج الأرض، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه. يعني بيسلخ لحمه عن عظمه، مش الجلد عن اللحم، لا، العظم اللحم عن العظم. ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه،
والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. هذه التربية التي ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليها الصحابة في حال الاستضعاف، أن يكونوا وإن كانوا مستضعفين أن لا يكونوا ضعاف الشخصية ولا ضعاف الدين، ولا يظنون أن دينهم مكسور مهزوم. وديني دين عز لست أدري أذلة قومنا من أين جاءوا، أتوا بالجهل من أفكار قوم بلا دين وغرهم الثناء. حدثوني عباد الله كيف لأمة سلاحها منزوع منها، عدوها هو حاكمها وجلادها، رقاب ملوكها وحكامها في قبضة أعدائها، ومناهجها الدراسية يكتبها لها أعداؤها، كيف لأمة هذا حالها أن تقوم من جديد؟ وحدثوني كيف لأمة قسمها أعداؤها إلى دول، وحدوها بحدود، وسيجوها بجدران ضخام، وجندوا الجنود على هذه الجدران، وفرقوا كل دولة عن الأخرى بكل شيء في اللغة والسياسة ونظام الحكم والقوانين والدساتير، وجعلوا كل شيء بيد الدولة والحكم، والشعب عبيد للدولة، وظيفتهم تحريك اقتصادها فقط، كيف لهذه الأمة أن تقوم من جديد؟ وردت بعض الشبهات على الإسلام وتقول كيف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يوجد نظام عبيد، يعني كيف الرسول له مولى وفلان له عبد ويأسرون الناس في الحرب ويستعبدونهم، وشون قال لك الحديث الضعيف ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. طبعا هذا لم يثبت عن عمرو بن العاص ولا في قصة عمر، وإنما هذا من دسائس الشيعة. إذن يظن الناس أن هذا الإسلام لما رضي بهذا الحكم بالعبيد أنه هكذا ظلم. قارن واقعنا بواقع العبيد آنذاك، قارن فانظر إلى واقعنا وستجده أشد عبودية من أولئك العبيد الأحرار الذين كانوا إذا أسلموا صاروا جبالا ورجالا. في إحدى فتوحات فارس أسر سيرين أبونا محمد بن سيرين، وأسر الحسن البصري، وأسر غيرهم، سالم المولى عمر بن الخطاب، كل هؤلاء كانوا عبيد أسروا فصاروا رجالا عظاما. بل أكثر من روى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان نافع مولى عمر عبد عنده، ولكن روى الإسلام كله، روى كل الدين عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر كان من المكثرين في الحديث. انظر كيف يحرم عليك الآن في زماننا هذا السفر إلا بجواز سفر وختم وحدود وموافقة، لازم تختم وتتراقب وتتصور لما طلعت من هذه الدولة إلى هذه الدولة، بينما هذا مش موجود في أوروبا، موجود بس بين بلاد المسلمين. وأحرم عليك السفر في بلادك الإسلامية، في بعض الدول تقدرش تزورها. ليه؟ لأنه في مشاكل بين هذه الدولة وهذه الدولة. إذا ظهرت عليك بعض علامات المشيخة على الحدود لما تسلم جوازات السفر تسحب إلى التحقيق في بلاد المسلمين. ثم إنك مقيد بتجارتك، فلا بد أن تشاركك الدولة في الأرض والتراب والاستيراد، لازم تدفع جمرك، وكذلك في كل شيء وضرائب البيع والشراء، وحددوا لك سقفا للمبلغ النقدي الذي يجب أن تختزنه في بيتك، يعني ممنوع فوق 60,000 شيكل وفوق 50,000 شيكل، وإذا سقطوها طبعا في عليك مخالفة وضرائب. فلا بد أن تكون نقودك تحت مرأة الدولة لتشاركك كل سنة في نسبة الربح. وحرموا عليك أن تكون حرا في تعلم دينك، في أشياء اليوم للأسف في ديننا نسخاش نعلمها. ليه؟ ممنوع. إذن هذه عبودية عباد الله، ليست حرية. حرموا عليك أن تملك سلاحا تدافع فيه عن نفسك، ولو قتلك أحدهم وأحرك سيارتك وفجرها فيك، والذي فعل ذلك يكون مرضيا عند الدولة، عميل، جاسوس، كافر، خاين، سميه ما شئت، فهو لا يفعل به شيء. ولو دافعت عن نفسك تسجن وتحبس، كيف تمتلك سلاحا بلا ترخيص؟ عباد الله نحن في زمن عبودية. حرموا عليك أن تقول كلمة الحق، بل زرعوا لك جواسيس في كل مكان، متى من حرفت عن مرادهم سجنت بتهمة الضرر بأمن الدولة. وهذا كله موجود في كل بلاد المسلمين، مش بس عندنا، في كل بلاد المسلمين. ورغم كل هذا أقنعوك أنك في دولة ديمقراطية ولك حرية التعبير عن الرأي، وتذهب للانتخابات وتصوت وصوتك له قيمة. تخيل ثم بعد هذا استطاعوا أن يغسلوا دماغك غسلا نظيفا، بجوز مية نار غسلوه، غسلوا دماغك غسلا نظيفا حتى استطعت أن تخرج في رحلة استجمامية وأمتك تنزف وأموالك تذرفها على التفاهات من أجل أنك تريد أن تستجم، ولا تنفق أموالك لرفع هذا الذل والعار والهوان الذي تعيش في هذه البلاد. إذن تدفع أكثر من 150 مليون شكل على رحلات استجمامية، هذا بس اللي راحوا على طابة، اللي راحوا مناطق ثانية الله أعلم كده دفعوا، وكذلك 250,000 شكل على لعبة فطبول،
هذول غير اللي تبرعوا يعني، اللي راحوا بس دفعوا الديكت هذا الحجز المقطع المقعد 250 ألف شيكل على لعبة فوتبول مدتها ساعتين ولا ثلاث. أموال هذه تصرف ونحن الآن نذوق الويلات، نذوق الويلات. كثير منا مستعبدين اليوم للملوك، نعيش في سجون ضخمة تسمى الدول. نحن عبيد اليوم لكل شيء في الدولة، عبيد لأموالها، لمستشفياتها، لشرطتها، لبنوكها، لقوانينها، لضرائبها، ثم نظن أننا أحرار. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ويا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، إن مما ينبغي علينا استيعابه أننا نمر بحالة ضعف شديد ما سبق لها مثيل، وإن المسلم قد يكون مستضعفا بسبب الوضع السياسي الكبير الذي يحيط به، لكن لا ينبغي أن يكون ضعيفا، ولا نسعى لأن نكون أقوياء بكل معاني القوة التي ذكرتها. اعلموا عباد الله أن الزمن الذي يصير فيه حال المسلمين كهذا الحال هو زمن يصبح فيه واجب عيني، فرض عين على كل مسلم أن ينفق فيه ما يستطيعه للقيام بهذه الأمة ورفع الذل عنها ورفع الهوان عنها. فمن امتلك أولادا فلينفقهم في سبيل الله، يربيهم على الرجولة والفروسية. ومن امتلك أموالا أنفقها في سبيل الله على أوجه الخير والأوجه التي تشتغل على عزة المسلمين. ومن امتلك علما أنفقه في سبيل الله ليربي الأولاد على هذا الدين وعلى هذه التربية الصحيحة. انظر إلى حال الصحابة الذين دافعوا عن دينهم ونصروا دينهم في كل المعارك. زمن النبي عليه الصلاة والسلام 23 سنة، كم المعركة صارت مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ في هذه المعارك هل كان هناك فئة مخصصة للدفاع عن الإسلام؟ هل كان هناك فئة مخصصة فقط لتعليم الدين؟ أم أن المجتمع كله يتحرك بكله وكلكله لنصرة هذا الدين ورفعته ورفع الهوان والذل عنهم؟ بل غضب النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة في المدينة لم يذهبوا إلى غزوة تبوك، ثلاثة فقط ما راحوش، فما بالنا وكل الأمة اليوم متخاذلة. مما ينبغي أن يعلم أنه مهما كثرت آلام المستضعفين، هذه الفقرة قالها الشيخ أحمد السيد، قال مهما كثرت آلام المستضعفين من المسلمين فلن يتعاطف معهم ويحمل قضيتهم، قضية المسلمين والواقع الذي نعيش فيه، إلا من ينتمي حقيقة إلى هذا الجسد وهذه الأمة. ومن لم يفهم ذلك مع كثرة الأحداث المثبتة لها فليراجع نفسه، غير أن هذا التعاطف لن يجدي نفعا. يعني ما بدنا بس نحرق أعصاب ونعيط على وضع الأمة الإسلامية، هذا لن يجدي نفعا، لأنه الكعب بعيط على الأمة الإسلامية واللي بتعيط عليه اثنين في حال الضعف، يعني ما في إشي رح يأثر. إذن فالمشكلات اتسعت خارطتها وتنوعت صورها وتكاثرت أشكالها حتى صار فهمها يحتاج إلى زمن فضلا عن الإسهاب في حلها. يعني صار عندنا مشاكل عقائدية، مشاكل في نفوس الشباب، مشاكل في 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 الشبهات حول الإسلام، مشاكل في ضعف في التربية، مشاكل في المناهج الدراسية التي شوهت عقلية المسلم وشوهت فطرته. في عندنا كثير مشكلات وحلها يحتاج إلى وقت. ثانيا أن العاملون والمصلحون ومن يؤمل فيهم خير على حمل هذا الدين أصبحوا كل قليلا، إما بالعجز الاختياري بأنهم يعني تفرقوا فيما بينهم، يعني العمال الإسلامي عمال المسلمين الدعاء والمصلحين الذين يعملون لهذا الدين تفرقوا فيما بينهم واشتغلوا بالدنيا، أو بسبب قلة الوعي الذي يعيشون به وغياب المنهج الإصلاحي الصحيح. يعني قد ينشغل يعني يضيع عمره على مسألة فقهية ولا مسألة في فروع العقيدة وهو لا يدري أنه يضيع وقته ومنشغل عن واقع أمته الصعب. وهناك أيضا عجز اضطراري، وهذا ليس مما كلفنا الله عز وجل به، ولكن نسعى لرفعه. العجز الاضطراري زي ما قلنا الوضع الذي نعيش به. إذن فالواجب ابتداء رفع العجز الاختياري وإزالته بجمع كلمة المسلمين ورفع مستوى الوعي بين المسلمين. يعني خلونا نقول اللي خلى عدد كبير جدا مثلا ينفق أمواله الفاسدة هذه على أمور التافهة، هذه أمور خلص أهرقها على قارعة الطريق. ونحن لا نتحدث عن واحد واثنين وثلاث، نتحدث عن ألوف. هؤلاء الألوف ألا يصلون الجمعة؟ ألا يجلسون في المساجد؟ ألا يوجد مشايخ يعلمونهم ويوعونهم؟ إذن ما الذي حصل بأمة الإسلام حتى صارت الأكثرية تتجه إلى هذا الاتجاه المنحرف؟ إذن هناك ضعف في الدعوة، هناك ضعف في الوعي، لا ينشر هذا الوعي بين المسلمين.
وكذلك إيثار الآخرة حقا، يعني يقول الإنسان كلمة الحق ولو أدى إلى أن يفقد الدنيا بما فيها ويفقد نفسه، وكذلك الانطلاق من منهج إصلاحي محكم، وكذلك إنفاق الأموال على من ينبغي عليهم حمل هذه الأمانة، وكذلك بضاعة بصناعة المصلحين الذين يبنون على معايير تجديدية متجاوزة لمشكلات العجز الاختياري، يعني يجب بناء مصلحين يتجاوز بهذه الأمة عن هذا العجز، فإذا رفع هذا العجز الاختياري فإن الله عز وجل سيدفع العجز الاضطراري عن 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 الأمة، ويعلي بالمصلحين كلمته ويعز بهم دينه، فعاد الأمر كله إلى إصلاح صفوف العاملين للإسلام، فإن صلحوا وإلا جرت عليهم سنة الاستبدال، إذا لم يقم بهذا الواجب استبدلهم الله عز وجل، جرت عليهم سنة الاستبدال، وإن تولوا يستبدل قوما غيركم، استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، لأن الله لا يرضى أن تظل كلمة المفسدين والكافرين عالية وإلا تفسد الأرض، وهذا يتعارض مع سنن الله عز وجل ويمتنع مع قانونه. من سنن الله أن الله عز وجل قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، وفي قال لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة بسبب تخلف المسلمين عن مدافعة الباطل، فتتهدم هذه الصوامع، فلما يبقى الحال على هذا يبدل الله الأمر، لأن كلمة الله لابد أن تبقى عالية، فإذا لم تقم كلمة الله بنا أقامها الله بغيرنا، فإذا وعى المسلمون والمؤمنون ذلك تعرضوا لسنن الله بالإصلاح، إصلاح أحوالهم وإصلاح نفوسهم وحمل دينه ومدافعة الفساد بما يمكن، فعندها تجري عليهم سنن الله في تأييدهم بمعيته ومدده، سيأخذ ثأر الله أنصار دينه، فلله أوس آخرون وخزرجون. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يحييك يعزك إذا دعاك لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بتصيب كل الأمة الإسلامية وتأخذ الأخضر واليابس، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب، واذكروا إذ كنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. هذه الآيات كانت في سياق معركة بدر، انظر كيف تساق المعارك، انظر كيف تربى الأجيال، انظر كيف تربى النفوس، لا أقول لك إبري سيفك جهز سلاحك، بل اسمع وأطع للنبي صلى الله عليه وسلم، إن عدنا إلى الدين نصرنا الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم ارحمنا برحمتك وارفع عنا الذل والهوان، وأعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين، اللهم ارفع بنا هذا البلاء، واجعلنا صالحين مصلحين، راشدين مرشدين، موفقين للخير، مسددين بالأقوال والأعمال والنيات والمقاصد. اللهم اهدنا إلى أحسن الأقوال والأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأقوال والأخلاق والأعمال، لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأنت أخي مقيم الصلاة أقم الصلاة.